السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو اللي غيكون شاعل ديال بصح فوق شويه العام سيدي. نخلي لكم كمان مع ياسين. ماما خوتي اليوم ان شاء الله غتزل حصلات بين يدينا، وكنتو حاطين بزاف ديال الاسئله، ولكن ما اختاروش دوك الاسئله كاملين، نختار منهم دوك الاسئله اللي واعرين، دوك الزويونين، دوك اللي عزازين على الايمان، دوك المبوكسين. السؤال اللي ما غتجاوبش عليه غتاكل معلقه ديال الحار. ماشي اي حار، انتما هريسه ماشي اي حار، وداك الحار داك اللي شنشيط العود. المهم اخوتي نبداو على بركه. السلام عليكم خوتي خواتاتي. المهم هاد الجوجات راهين عليا طابيو، ما عطاونيش حتى الكلمه، وانا ضيفه الشرف ديال هذه الحلقه. ضيفه اليوم شي حلقه اليوم غادي نضيفوك مزيان، نكرموك نكرموك. المهم اخوتي راهين عليا طابيو، شو ما شحنوا فيا شويه نحنوا فيك. لا نحنا كاين المحل، عرفتي مع هادشي يا عزيزه ما تلوحونيش هنا غنحنوا فيك. المهم اخوتي نبداو على بركه الله. السؤال الاول شنو كيقول؟ بي تي ماتارو ماتور مات موتور. شنو كدير في حياتك؟ شنو كديري في حياتك من غير اليوتيوب وشي ديديكاس؟ ديديكاس لك خويا موطور، ما كندير والو في حياتي الصراحه من غير اليوتيوب. وديديكاس لكم اخوتي كاملين، كلكم ديديكاس لكم، كاع اللي سول ديديكاس ليه، واللي ما سولش هو ديديكاس ليه، وتحياتي لكم كاملين. سير انا. السؤال الثاني افقي عمر، سلام خشي ايمان، شكون عاونك شو وصلتي لهذا الشيء؟ وديما طوب، وتحياتي لكم واحد بواحد. في الاول شكون اللي عاوني في هذا الشيء؟ عاوني ياسين وباقا تيعاوني. والدراري عبدو أناس الزعيم، كاع الدراري متعاونين معايا. هاكا كلشي يعاونك ماشي بوحدي. دول كيبو كيبو كيشوف فيا واحد السوفا تاعو كيبو. او ماي جاد، او او ماي جاد. كاميرا مطلوقة، ريح البنت هذا خوتي، راه فوق تصلح كاميرا كيولي حمق. الله يتبع عقلي بالله، كدير ليه لا ماس. دول خوتي السلام، بلاتي بوشرة بوشرة قالت لكم السلام اختي ايمان، انا كنحماق عليك، بغيت نسولك شحال في عمرك، وين بلاصه سلا يعني فين كتسكني في سلا، وتحيه لك من هواره، وعافاك شي ديديكاس. ديديكاس من الناس ديال هواره كاملين، وتحياتي لك. هواره ديديكاس لك اختي بوشرة، انا كنسكن في الرحمه عند 20 عام. 20 عام متاكده ماشي 17؟ راه ترى مخرجين، واحد الدرني عنده 17 وتظنك خاف من فرطه. ودابا جبدوا لاكار. صافي صافي صافي. تحيه لخويا المصورين. تحيه للثلج، تحيه للثلج. تحيه لجنود خافع. سير انس. السؤال اخوتي مكمح شويه، وهو لينا وليكم حتى انتوما. درويش جواد، بغيت نسولك واش ما كتصليش؟ معاك عماد من اكادير. انت عدريويش اخويا. تدريويش لا دريويش ولا تدريويش. تحياتي لك من المنبر، السؤال مهم. والصراحه انا كنصلي وكنقطع. لا شوفي جاوبينا، واش كتصلي ولا لا؟ ما كنصليش. صافي يا ربي الله يهدينا امين. احمد وين، كيفاش جات الفكره ديري افلام قصيره؟ وتحيه لكم ولعبدو، وشي ديديكاس ليا زريقه عالم. ديديكاس ليا عبد الله هذا شويه هذا كبير، انا باش يحن فيا في اسئله. كتولي عنده دابا كل شيء، هو دابا هو عنده الميكس، انا عندي داك الشيء محدود. حد لي داك الشيء في الاول والله حتى درت شي ضحكه ولعبه، بس ضحكه ولعبه تصدق داك الشيء غادي جدي. صافي دوز لها انا خوتي. هذا السؤال قاصح شويه. هاجا وهاجا بوسرة بوسرة هاجر هاجر كمح لا تكون ناضي. قالت ايمان اختي غلاضيتي شنو درتي؟ اه يا ناري يا اختي، اه يا ناري دير خميسه بعدا عاد جاوبي. اه يا ناري شوف اختي انا ما درت والو صراحه. لا ولا بلاتي بلاتي نتفقوا من تبقاي تكذبي على عباد الله، شنو ما درتي والو؟ اين حبست عملتي؟ ما يمكنش امبوسيبل. حبست وداعك من جنبي والله. شوف لما جاوبتش هذا السؤال غتاكل الحار صراحه. والله ما درت شي حاجه، انا كان فيا شويه الشيطين وكذا، وحيد داك الشيطين ديتها في راسي صافي. ديتها في راسي شنو جبت تاكل؟ عطيهم الوصفه اللي قلتي كتاكلي. اندومي اندومي اندومي. اويليش من اندومي؟ تاكوس تاكوس تاكوس. اندومي اندومي بالحار واخويا، ما بغيناش نجبدوك، خلينا خاي ما كنبغيش نجبد السميت. الفيديو ديال هذا؟ ديالي ورا ديالي ديالي. نيرو فاميلي فاميلي نيرو نيرو فاميلي نيرو فاميلي. شنو؟ انا بوحدي عائله. انا بوحدي نظمت عائله. حنا ماشي جروب، حنايا عائله. عندك شي مشكل؟ سكت انت بغيت تقلد معني؟ سير كونتيني. هاي هاي هاي. ولا بسميتي نفس السي درويش؟ مومو تيفي. بوس تسميتك بوس؟ بزاف بزاف.
زعيم سميت كبوس ما بغيش انك ما كنهضر فرونسي كنهضر باللغه العربيه يعني. مومو تافك عافاك قولي ليا على واش انت مشرمله في الحياه العاديه ولا غير في الافلام وشي ديديكاس حسن ياسين ديديكاس لك خويا مومو انا حسن ياسين ديديكاس حسن ياسين ديديكاس لك خويا ديديكاس لك خويا حسن ياسين انا ما نشرفش في الحياه العاديه شي غير ادوار كنطبقهم في افلام وصافي. سعاد الحكيم فاش كتقراي واش ناويه تقراي على التمثيل في المستقبل ميرسي. انا حبست القرايه ولكن بغيت نقرا على التمثيل في المستقبل. واحد خونا كيخرج في عيني وواحد جوج كيضحكوا ليا اتخونا دراسه كيلعب التليفون وكيضحك ما فهمتش انا يلا يبارك لا بغينا نعرفوا المستوى ديال الدراسه ديال ايمان فين حبسات. هادشي راه كيبغيو خصنا نبسطوا داكشي ماشي ما تكذبيش علينا ايمان راه واش التليفون كيشبح شي دراسه انا عارف يلا شاف ان شاء الله. لا هو اللي كيجي كذبت حتى تاكل الحار. انا يا تحت كاترين لا حتى ثامنه ثامنه والله حتى كاتريان وبغينا الحب امنا بالله اخوت ماشي مشكل حيل حيله صافي صافي. عبد الكريم انا عارف واش بلي الميساج ديالي ما غاديش يدوز ولكن غادي نكتب شي ديديكاس من عندك. انا سميتي عبد الكريم وشكرا. ديديكاس لك خويا عبد الكريم والسؤال ديالك ديديكاس لك خويا عبد الكريم وتحياتي لك خويا. سيرا بغيت نسولو وتنحشم استاذ اللي نسولو المهم اسئله محرجه. وتسول عزيز بابلو تحياتي لبابلو ديالو وبابلو ديالو تحياتي لبابلو. قال لك شنو سميت عشيرك وتحياتي من حداك سيدي موسى. تحياتي سيدي موسى الناس العود سؤال ديالي اللي كنموت عليه انا هو هذا شنو سميت عشيرك. قولي لك شنو سميت عشيرك والله ايمان لا عزيز انت معاه منه ولا يا نار شفت شي بخلي شربعت الخبز بزاف بزاف واش غتاكل بلاصتها لا شو سميت عشير اكل الحار ضرب انا عارف كضرب هاد الفوش يا اللي داز كيفاش جاتك فيك هاد يوشي في البار لا مولفة الحارة مولفة بطاطا بالحارة هادي الماي والله ديك شي بين دونا دوخينا حنا يلا سير ايمن انا انت انا نسول انا يا واخا ما طلبتي غير الموج فرح عيش الى جاب الله تخطبتي وقال لك خطيبك خطيب ديالك حبسي اليوتيوب شنو غادا تختاري واش غتكملي معاه وتحبسي اليوتيوب ولا غترفضيه وتكملي في اليوتيوب. كنتمنى يدوز السؤال ديالي وكنحماق عليه سؤال واحد هذا السؤال في محله هذا السؤال عجبني انا يا اصلا الدري اللي بغا ندير مع شي علاقه ولا شي حاجه خاصو قبل باليوتيوب ديالي انا واليوتيوب لا اليوتيوب ما بغاش اليوتيوب الله يعاون اخويا الرجال عطا الله نعمه مزيان جميله وتيتيز غمشتت هاي 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 الله اكبر انتم ما تخرجوا عليا من الفيديو هذا بغينا زيو عاد تخرجوا عليا نوبتك البارح بلوكاني دابا غير حل اليوم اي سينيالي سير سول سول سولك هابلي درويش جواد درت دوزتو هاد فاطمه اكا بغيت ديديكاس بليز خديجه من اكادير السؤال ديالي واش عمرك فكرتي تحبسي واش شي نهار غتفكري تحبسي وعلاش واخا عارفه ما غاديش يدوز ندوز كنبغيك انت دسي اختي حتى حنا كنبغيوك الصراحه ما غاديش نحبس نقدر نكون ما عمري ما فكرت نحبس واش التخبيس هذا عاد غنحبس بالعكس نفكر المليون دابا مزيان. مريم التافي كيفاش جاتك فكره يوتيوب وشكون احسن واحد في افلام قصيره بالنسبه لكم كل واحد فيكم او المهم هذا غير ديال ايمان جاوبيه قالت لك كيف انت كيفاش جاتك فكره يوتيوب وشكون هو احسن في افلام قصيره بالنسبه لك وشحال في عمرك وكان بغي الكليكه كامله فيت ليك فاش جاتني فكره اليوتيوب راه قلت لكم في السؤال السابق شحال عام قلت لكم السؤال السابق احسن يوتيوبرز عندي انا كل هريسه حس كامل عشراني وخوتي ما قدرش ولكن ما غناكلش الهريسه احسن يوتيوبر عندي هو سنار لا لا اكل هريسه لا 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 جاوبت احسن يوتيوبر عندي هو سنار والدراري كاملين يعني ولكن هذا هو القدوه ديالي
اللهم قوي ايمانك. انت لا اللهم قوي ايمانك. الحمد لله الوليد الله يخلي لك الموت. هذا ولا ما خلي ديما بحالك كل كاين. يلا سير خرج لينا خريا هو خرج لينا خريا ما تدوش عليهم تدوش عليهم صور صورني هو فاطمه فاتيغانت اختي سميتي سوميه من كازا شي ديديكاس لدعي معايا حيتاش حامله واش الا طلباتك شي معجبه تمثل معاك تقبلي واخا غير شي فيلم واحد وكنبغوك بزاف الله يفك الله يفك على خير ومرحبا الف مرحبا وعافاكم نسيت واحد البنت كانت كتبات لي واحد الكومونتير اثر فيا كانت كتقول لي اختي انا معجبه بك وبالجروب ديالكم ولكن فيا السرطان وبغيت ملي ديري فيديو تدعي معايا وتطلبي من لي فان ديالك يدعيو معايا ومن الجروب من الجروب كامل يدعي معايا خوتي خوتي اللي كيشوف هذا الفيديو دابا يدعي مع هذه البنت هذه دعوه ما عرفتش سميتها ما بقاتش عاقله المهم نتوما غير دعوا مع هذه البنت راه يعني غتخدموا غير نيتكم وصافي مع جميع مرضى السرطان الله يشافيهم يا واحد 10 ديال الثواني غدعوا مع هذه البنت هذه الله يشافيها ويشافي يشافي جميع المسلمين ويا راه 40 دعوه من الغارب مستجاب ندوزو سيمو سيمو شنو السبب اللي خلاك شوشمي واش زعما الظروف خويا سيمو سيمو ما عندي حتى ظروف ما عندي حتى ظروف ولا شي حاجه عادي وشمت يعني اي واحد بغى يوشم راه كيوشم شي واحد بغى يدير ليه ماشي راه كيدير ليه ماشي واحد بغى يضرب السيرو كيضرب السيرو بغيت نوشم راه وشمت واخا نور نور هان ايمان انتي زوينه بزاف بالوشاب والا بلاش الله يوفقك ما فهمتش والا بلاش ايمان قالت لك زعما زوينه بالوشام ولا الا بلاش الله يوفقك اختي ربي يخليك اختي ما بقاش الوشام زعما نور نور هان كتشوف لك الاسئله على الوشام ايمان قال لك سيف الدين رامي عاودي لنا القصه ديال الوشام زعما كاين علاش مش مشي وكيفاش مش مشي خوتي انا كنت متاثره بالغربه عليها وشمت عادي يعني عادي مراهقه كانت كتشوف باغا تمشي للسبليون ملي ما مشاتش للسبليون رسمتها في يدها ومره مره كتطلع عليها عادي حتى الحريه انا هذيك ايطاليا ايطاليا كانت كتطلع على ايطاليا في المغرب كانت كتطلع عليها بدراعها المهم اخوتي سيف الدين الرامي عاودي لينا القصه ديال الوشام وشي ديديكاس وليده وليده القصه هادي ما تسانيش وليده وسي وجدان بير الله يكمل عليك اختي الغزاله وربي يسهل عليكم كاملين يا ربي سؤالي هو واش فاش دخلتي لهاد الشيء ديال الافلام القصيره ما قالوا لك داركم والو وشنو هما الصعوبات اللي لقيتي في هاد الشيء صراحه عادي ما قالوا لي دارنا والو حيت ما درتش حاجه خايبه درت شي حاجه زوينه علاش درتي شي فيا وهاد الشيء عادي يعني اي واحد كيدير شي حاجه اللي كيرتاح فيها كاين شي واحد يمشي يلعب كره شي واحد يمشي يغني شي واحد يمشي يلعب الباسكيت انا اختاريت التمثيل عادي وشنو هما الصعوبات اللي لقيتي في هاد الشيء ما لقيتش شي صعوبات الحمد لله كلشي ميسر مادام معايا الجروب كامل وقت معايا يعني انا ما لقيتش شي صعوبه صعوبه شمو بحال هاد خونا شي دقه هذا هذا الصعوبه سول هنسول موسى امين شنو هي احسن حلقه داوتي زعما احسن فيلم داوتي احسن فيلم درت وكان واحد فيلم كوميدي ديال بائعه الحشيش وقتها حشرني واحد خونا بائعه الحشيش تمسح ليها بسبب شي ظروف المهم هي كانت كتبغي عبدو عبدو كان كيبغيها المهم واحد وهي الفكره ديال هذا الحشيش هذا الفكره ديال هذا المهم اخوتي ندوز للسؤال الاخر التليفون عندك ديال العصر سفيان النفيسي انا ما عندي حتى سؤال ولكن بغيت ندوز راني كنموت عليكم وراكم طوب الله يحفظك لي اخويا سفيان وتحياتي ليك وديديكاس ليك اخويا هاجر هاجر بلاش بلاش نسولوك مينا ميخوخ ميخوخ قالت لك باش كتحسي ملي كتلوحي شي فيديو في يوتيوب بس كنحس بحال داخل انا ولد بالتوتر مره مره كنطلعوا تزادوني بيبي هزار هزار ناري 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 ايمان هادي تبوسو غلاديت انا سالت الاسئله ديالي كملت ماشي خمسه ديال الاسئله قالت لك رو رعد روعه لا رو ورعد الرو الرعد يا ديك علاش انت مريوله هي كنضحك مريوله تعشق فيا لا لا ماشي مريوله عليك شطيح
علاء محمد شحال كتشرب حملي وجه. شحال شي الصراحة ما كنربحش بزاف حيت شنو ما مصاحبش مع الادسنس باقي ما بغاش يدير معايا اوبل. لا الصراحة والله ما كنربحش شي حاجة. انا دابا بقا ندير بحال هكا شوف غنبقى ندير بحال هكا اللي جا فيه السؤال غنسول سلمى افاكيا واش عندك شي علاقه مع شي واحد كتمثلي معاه وعلاش وسمتي تنحبك بزاف هذا علاش وسمتي راه جاوبات عليها انا راه ما عندي حتى شي علاقه مع الدراري ديال الكروب راه كاملين خوت خاصه فين كنضحك مع ادم كيبو ولا عبدو ولا ما عندي حتى شي علاقه معاهم عندي علاقه كنمشي مع الدراري ديال الكروب يعني بحال خوتي وخاصه فين كنفكر عا كنضحك. المهم اخوتي غادي نختموا بواحد السؤال الاخراني خلايا شخشا انا غنعطيها السؤال من عندي. قولي لي نائما اما احسن لايك ولا ديزلايك؟ كتعجبني الديزلايك والله حتى كتعجبني عرفتي علاش كنعرف انا بنادم مريض مريض دابا طيحني ولكن كلشي يدخل يدير ديزلايك. لا هانتوما واش ما يديروا ديزلايك ولا يديروا لايك؟ وهما وجههم كتنبان لكم انا يا ما كل واحد له روحيته الشخصيه كاين شي واحد تنعجبو كاين اللي ما تنعجبوش راه عادي بحال دابا كاين اللي كيعجبو رايفك اللي تعجبو بيري بغا نسوق واحد السؤال نسوق واحد السؤال باش تعرفي نسالي هاد الفيديو. لا بلاش بلاش باقي عندي واحد السؤال مهم وما دارش واش تتفكر تحبسي يوتيوب واش شي نهار تقدري تحبسي يوتيوب؟ لا ما تنفكرش نحبسو بالعكس والله ما كملت 10 المليون اش بقاو تشوفوني ديما واخا تزوجي ولديت كملي ديما ما غنتزوجش انا اصلا. المهم اخوتي نسول السؤال ديالي علاش هذا يخرج عليا لا تا لا غنتزوج اخوتي هادو يخرج عليا هذا نسولك السؤال واش راه ما كيعرفش العربيه هذا يخرج عليا زائد واحد راه كيف فتاكي مترجم ترجم لينا باش ما تزوجش فتاكي شي جي بايكو في هذا مهم رجيتي بايكو اول صرا ما فيه بايكو بس عارفه مهم دبرت الناس درتو الاشهار ديال بايكو كلشي درنا لي اشهار خويا الشركه اللي درنا القاتل حنا منورين المهم اخوتي نسول السؤال الاخر باش نحبسوا هذا الفيديو هذا وساليو طولنا عليكم واقيلا. المهم علاش كريتي الحال ملي طلبنا منك تقولي لنا السميه ديال الدري اللي كتبغيه؟ سؤال عادي تعطينا السؤال علاش كريتي الحار بوحدو هذاك كريتي عليه الحار ماشي هكا واش مفتخراش بيه؟ لا مفتخرة بيه ولكن ماشي زعما انا مفتخرة بيه ولكن ماشي زعما هذاك الشيء كيبقى حياتي الشخصية ماشي كلشي عرف انا تنبغي واحد الدري مصاحبة مع واحد الدري وماشي معنا في الجروب يعني هادو خوتي ولكن ما اساسش نقول سميتو حيت داك الشيء كيبقى نقدر نقول سميتو انا اوكي تكون تشكا تشكا. المهم اخوتي تحياتي لكم احد عندك بزاف فيتي عليه الحاره نتمنى يكون عجبكم الفيديو تحياتي لكم وكنبغيكم بزاف ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجوا الفيديو مع كلشي اللي باغي عندنا عندك يلوحوني هنايا راه بلياتي المهم اخوتي قلت لك ما تخافيش كلفتيني المهم اخوتي راك اخو خالتك المهم اخوتي كنبغيكم بزاف والحلقه الجايه ان شاء الله تكون مع الجوكر وان شاء الله نقدروا ندوزوا دابا هذا هو ما تلحش من مور ايما يلا تحياتي لكم اخوتي.